ومن هذه القصص الطريفة أن ابن شبرمة كان قاضيا في الكوفة، من أشهر قضاة الكوفة، وحدث في ذلك الوقت أن رجلا مات وأوصى لأبي حنيفة بشيء من أمواله، وأبو حنيفة غائب ما كان حاضرا لهذا المجلس وهذه الوصية. فلما رجع وكان مسافرا رفع الأمر إلى القاضي أن هناك من يشهد له أن له وصية. فالقاضي ابن شبرمة قال: يا أبا حنيفة، احلف أن شهودك شهدوا بالحق. في شهود جاءوا يشهدون أن الرجل أوصى لأبي حنيفة. فالقاضي حب يتأكد، قال: لا، احلف أن هؤلاء الشهود يقولون الصدق، ما كذبوا. فقال: ليس علي يمين، فقد كنت غائبا، كيف أحلف على شيء أنا ما كنت حاضر له؟ فقال: ضلت مقاليدك يا أبا حنيفة. كيف كونك غائب ما يمنعك من الشهادة، لازم تحلف أن هؤلاء يشهدوا بالحق. هذا ابن شبرمة كان في البداية، بداية الأمر، كان له موقف معادي لأبي حنيفة، ثم فيما بعد عرف قدر أبي حنيفة وأقر له بالفضل. فكان هذا من المواقف، يعني الحدة، كان ممكن القاضي يكتفي بالشهود لكنه أراد زيادة تأكيد كما يقولون. فأبو حنيفة لما شاف أنه كأنه يعني يطالب بشيء زيادة، فقال له وقد قرر أن يفحمه: ضلت مقاليدي، يعني أنا اللي أخطأت، إذن ماذا تقول في أعمى؟ افتيني ولا أقضي في حالة رجل أعمى، جاء إنسان وضربه على رأسه فشج رأسه، فشهد له شاهدان أن فلانا شجه، احكم لي في واحد أعمى، واحد ضرب على رأسه ما يدري من اللي يضربه، أعمى ما يشوف، واحد جاء وضرب على رأسه وشق رأسه، وجاء رجلان وشهد أن فلان هو الذي شج رأس الأعمى، هل على الأعمى يمين أن شهوده شهدوا الحق؟ لازم هذا الأعمى يحلف أن شهوده فعلا شهدوا بالحق وهو لا يرى، ما شاف اللي ضربه، كيف يشهد، كيف يحلف؟ ففكر القاضي، قال: لا، ليس عليه يمين. قال: لماذا؟ قال: لأنه لم يرى. قال: وأنا تأمرني باليمين وأنا لم أرى؟ أنا ما كنت حاضر في وقت وفاة هذا الرجل. فأسقط في يد القاضي وعرف أنه أخطأ، فحكم لأبي حنيفة. هكذا في قدرته وبحنكته وبقدرته العقلية، مواقف يجعل الناس يعني مثل ما يضحكون من هؤلاء كيف يفتون. ومن طرائفه أنه كان يتعامل ليس فقط مع العلماء، كان يتعامل حتى مع السدج من الناس والعاديين. وقد جاءه رجل فسأله، قال: يا إمام، دفنت مالا في مكان ونسيت في أي مكان دفنت أموالي، فما الحكم؟ أبو حنيفة تعجب، قال: يا رجل، ما هذا فقه فأحتال عليه؟ يعني هذه قضية ليست قضية فقهية أدور لها حكم، واحد نسى فلوسه وانحاطها، كيف تريدني أن أفتي؟ قال: يا إمام، دبرني، أنا متورط وهذا فلوسي وما عندي غيرها. بدأ يشتكي، قضية ما هي قضية فتوى، واحد نسى فلوسه، أين خبأها؟ جاء يستفتي الفقيه، الفقيه من وين يدبر لك فلوسك؟ ما هي قضية يجوز ولا لا يجوز؟ لكن أبو حنيفة كان في منتهى الفطنة، فقال: لا، تريد أموالك؟ قال: نعم. قال: أنا أقدر أدلك على طريقة تعرف فيها فين أين أموالك. قال: ما هي؟ قال: بس صعبة. قال: دلني، ما مستعد. قال: الليلة من بعد صلاة العشاء ما تنام، تظل تصلي الليل إلى الفجر، تقوم الليل إلى الفجر. قال: يا إمام، مش علاقة هذا بأن ألقى فلوسي اللي أنا ناسيها وينها؟ قال: بس سوي اللي أقول لك وتعالي شوف تذكرتها وينها ولا لا. الرجل استغرب الفتوى الغريبة هذه، وفعلا راح، وبعد صلاة العشاء بدأ يصلي، ما كمل ربع الليل إلا هو تذكر أين دفن فلوسه، فترك الصلاة وراح إلى فلوسه، حفر المكان وإذا فعلا فلوسه موجودة. في اليوم الثاني جاء فرحان إلى أبي حنيفة وأخبره بالخبر، وشكر أبو حنيفة ومضى. قبل أن يمضي واحد من الناس سأل: يا أخي أبو حنيفة، إيش الفتوى الغريبة هذه؟ ما هذه الفتوى الغريبة؟ واحد مضيع فلوسه تقول له صلي الليل؟ فقال للرجل: قد علمت أن الشيطان لا يدعك تصلي طول الليل حتى يذكرك، الشيطان يذكرك فلوسك وينها أهون عليه من أنك تصلي طول الليل، فهلا
أتممت ليلتك. شكرا لله عز وجل. الآن روح صل باقي الليلة واخزي الشيطان واشكر الله عز وجل. هكذا كان بهذا اللطف وهذه الفطنة وبهذه البسمة، هكذا كان يتعامل حتى مع الفتوى. أتمنى أن يقتدي علماؤنا وطلاب العلم اليوم، أتمنى أن يقتدوا بهذا الذكاء وهذا اللطف في التعامل حتى مع الأحكام الشرعية. كم أود أن يكون المفتي مبتسما، وكم أود أن يكون العالم بلطفه وحسن أدبه وابتسامته محببا للناس في هذا الدين. هكذا نتمنى أن نكون جادين، نعم في مسألة جد، لكن الجد لا يمنع الابتسامة ويمنع اللطف. هكذا كان أبو حنيفة. هذه بعض فكاهات أبي حنيفة. ومما يميز أبا حنيفة تمييزا عظيما قدرته الفائقة العجيبة على المناظرة وإثبات الحجة وإقامة الدليل، وكان وهو يفعل ذلك ولديه من القدرة والحجة ما يفحم به خصومه، كان مع ذلك يحرص حرصا شديدا على أن لا يستفز هؤلاء الخصوم، وكان يحرص حرصا شديدا على أن يتبع الحق. ليس الهدف أن ينتصر، وإنما الهدف أن يرجع الناس إلى الحق. وفي هذا خلق عظيم لشباب اليوم الذين يهدفون من وراء النقاش والحوار إلى أن ينتصروا ويثبتوا أنهم أفحموا من أمامهم. كلا، رغم القدرة العلمية الهائلة التي لديه كان يقول كنا نناظر وكأن على رؤوسنا الطير، يعني الواحد خائف وهو يناظر أن يخطئ الذي أمامه. فلنناقش ولنتحاور ولنصل إلى الحق، لكن بشروط الحوار وبشروط الأدب. وكانت له مناظرات كثيرة تدل على عقله وعلمه وحجته، وكان يرى رأي أهل السنة والجماعة في العقيدة، وكان يناقش مخالفيهم، ومن ذلك النقاش الذي جرى بينه وبين الخوارج. الخوارج كانوا يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، الذي يزني الذي يسرق كافر، يخرج من ملة الإسلام. أما أبو حنيفة وأهل السنة عموما يرون أن مرتكب الكبيرة مذنب، نعم كبيرة عظيمة عند الله عز وجل، وهي وأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، لكن لا يحكم عليه بالكفر. فحدث نقاش بين أبي حنيفة وبين الخوارج، جاءوا يريدون مناظرة أبي حنيفة وقالوا له جنازتان على باب المسجد، أما إحداهما فجنازة رجل شرب الخمر حتى كضته وحشرج بها فمات، واحد غصب خمر ومات، والأخرى جنازة امرأة زنت وحملت من الزنا حتى إذا خشيت على أن يفتضح أمرها قتلت نفسها، فامرأة زانية منتحرة، ما حكمهما؟ هؤلاء مسلمين؟ فقال الإمام متسائلا، شوفوا الطريقة عجيبة في إقامة الحجة، قال من أي الملل كانا؟ أمن اليهود؟ هل هذين الجنازتين كانوا من اليهود؟ قالوا لا. قال أمن النصارى؟ قالوا لا. قال أفمن المجوس؟ قالوا لا. قال فمن أي الملل كانا؟ قالوا من الملة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فأخبروني عن هذه الشهادة، شهادة الإسلام هذه، أهي من الإيمان ثلث أو ربع أو خمس عندكم؟ هذه الشهادة كم وزنها في الإيمان؟ الإيمان له أجزاء عندكم؟ فقالوا إن الإيمان لا يكون ثلثا ولا ربعا ولا خمسا. قال فكم هي من الإيمان؟ قالوا الإيمان كله، احنا عندنا عند الخوارج الإيمان جزء واحد لا يتجزأ. قال إذا كانوا هؤلاء يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذه عندكم تساوي الإيمان كله، فما سؤالكم إياي عن قوم زعمتم وأقررتم أنهم كانوا مؤمنين؟ يعني شوفوا أقام عليهم الحجة من مذهبهم. احنا عندنا أن الإيمان قد يزيد وقد ينقص، يزيد بالعمل ويزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وبالعكس فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما عند الخوارج فالإيمان جزء واحد لا يتجزأ، فهو أقام عليهم الحجة من مذهبهم. قال لهم الشهادة ما تساوي؟ تساوي الإيمان. هل تساوي كل الإيمان ولا ثلثة ولا ربع؟ قالوا الإيمان لا يتجزأ، جزء واحد الإيمان كله.
قال هم يشهدون شهادة؟ قالوا نعم. قال إذا مؤمنين إيمان كامل عندكم فما سؤالكم؟ طبعا أسقط في يد الخوارج على هذه الحجة العجيبة التي لدي. فقالوا دعنك هذا، أمن أهل الجنة هما أم من أهل النار؟ نريد الحكم، هذا الرجل هذه المرأة يذهبان إلى الجنة أم إلى النار؟ قال أما إذا أبيتم، يعني مدام مصرين، فإني أقول فيهما ما قاله نبي الله إبراهيم في قوم كانوا أعظم جرما منهم. إبراهيم ماذا قال عن قومه وهم كفار؟ قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأقول فيهما ما قاله نبي الله عيسى في قوم كانوا أعظم جرما منهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأقول فيهما ما قال نبي الله نوح إذ قال قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. ردود من أقوال الأنبياء في كتاب الله. فما استطاع الخوارج أن يردوا على هذه الحجة فانصرفوا. أنا أريد أن أقف وقفة مع هذه القصة. هذه القصة تدل على اشتداد الحوار والمناظرة بين الناس في ذلك الزمان، وخاصة في قضايا العقيدة، ونرى كيف كان هذا الانحراف الذي وقع في الأمة، وكيف مهد الله تعالى للأمة من العلماء من يرد هذه الردود المفحمة المقنعة البارزة. طبعا سيأتي بعض الناس وسيحاول الرد على هذا الرد، وسيأتي من يرد عليهم، لكن المسألة لو رأيناها في أصلها سنجدها لا تخرج عما قاله أبو حنيفة رحمه الله. ووقفة أخرى في هذه القصة، نعم نحن نتحدث عن أبي حنيفة، لكن لا بأس من الاستطراد في بعض المعاني التي يشير لها أبو حنيفة في هذه القصة. امرأة زانية منتحرة، ورجل شرب الخمر فغص بها، يعني في منتهى الفجور كما نقول في هذا الوقت. لكن أبو حنيفة يعلمنا منهج الإسلام في التعامل مع هؤلاء الناس، منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، منهج الدعوة والرحمة. بعض الشباب اليوم، بعض الملتزمين والملتزمات بشريعة الإسلام العظيمة، أحيانا ينسون أنهم دعاة، ويبدأون ينظرون إلى الآخرين باحتقار، ويتكلمون معهم بأسلوب شديد وبتعالي. لا لا، نحن يا أخواني يا أخواتي أمرنا بنشر الحق بالرحمة والأدب واللطف، نحن لا نقسو على أحد، الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، هو الذي يحكم، نحن لسنا قضاة، نحن دعاة. إن تعذبهم فإنهم عبادك، هو الذي يقضي سبحانه، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذا الله سبحانه وتعالى أراد وقرر أن يغفر لهم، الله سبحانه وتعالى حكيم عزيز، أمره لا يرد وقراره لا يخطئ سبحانه. من نحن حتى نتأله على الله؟ من نحن حتى نقول لهؤلاء الذين نحتقرهم بسبب ذنوبهم لن يؤتيهم الله خيرا؟ هل نحن نعلم بما في نفوسهم؟ ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. هكذا منهج الأنبياء، يا ليتنا نقتدي بالأنبياء، ويا ليتنا نفهم هذا الدين كما فهمه الأئمة الأعلام. ومن هذه الحوارات التي جرت للإمام أبي حنيفة كانت مع رجل يسمى السمتي، وكان من طلاب العلم في البصرة، يتلقى العلم على يد العلماء، ومال إلى مذهب المعتزلة، وكان يتلقى العلم على يد عثمان البتي، وهو من المعتزلة الكبار في البصرة، كان من أهل الكوفة وانتقل بعد ذلك إلى البصرة. وتأثر السمتي بمذهب المعتزلة، فأراد أن يحاور في هذه المسألة علماء الكوفة. علماء الكوفة كانوا أقرب إلى السنة، وعلماء البصرة كان قد انتشر فيهم الكثير من المعتزلة، وإن كان فيهم كبار علماء السنة كذلك.
ذهب إلى الكوفة وأراد أن يلتقي بمشايخها، فذهب إلى الناس هناك وسألهم عن أعلم من هناك، فدلوه على الأعمش. فقال لما أخبر الأعمش أنه يريد اللقاء معه قال له اذهبوا به إلى مجلس النعمان، يعني أبي حنيفة. فوالله شوفوا الكلمة العجيبة التي ينطق بها الأعمش، يقول والله لو رأى أصغر أصحاب أبي حنيفة لعلم أن أبا حنيفة لو قام أهل الموقف لوسعهم جوابا، بقدرة أبي حنيفة على النقاش. يقول السمتي خرجت أسأل عنه قبيلة بعد قبيلة يسأل عن أبي حنيفة حتى أتيت بني حرام في آخر القبائل، وقد دخل وقت العصر في المنطقة التي كان فيها أبي حنيفة في الكوفة. يقول فإذا بكهل قد أقبل حسن الوجه حسن الثياب، خلفه غلام أشبه الناس به، فلما دنا سلم ثم صعد المئذنة فأذن أذانا حسنا. وكان المؤذنين في ذلك الوقت لا يأخذون أجرا على أذانهم، كان العلماء يتنافسون على الأذان للأجر الذي فيه. يقول فتوسمت فيه أنه النعمان. يقول ثم نزل فصلى ركعتين خفيفتين تامتين أشبه بصلاة الحسن البصري وابن سيرين، قل نفس الصلاة التي نراها من علماء البصرة كلهم يتلقون من الصحابة الكرام. يقول واجتمع نفر من أصحابه فتقدم وصلى بهم صلاة العصر صلاة أهل البصرة، يقول نفس الصلاة اللي احنا نصليها بالضبط ما اختلفت عليه الصلاة، وكله يدل على أن المنصب أو المرجع واحد. يقول فلما سلم استند إلى المحراب وأقبل بوجهه إلى الناس فحياهم. يقول ثم أخذ يسأل، شوفوا طريقة أبي حنيفة، يقول أخذ يسأل كل واحد من أصحابه عن حاله، شلونك يا فلان، كيف حالك يا فلان، أنت شخبارك، هكذا تفقد العالم لتلاميذه. يقول فلما انتهى إلي قال كأنك غريب من أهل البصرة، فعرف من ثيابه أنه من أهل البصرة، وقد نهيت عن مجالستنا، يعني يقول شكلك أنت واحد جاي من البصرة، وأيضا أنا متأكد أن قالوا لك دير بالك قعد معي هكذا فراسته. فقال نعم. قال فما اسمك؟ يقول فأخبرت باسمي ونسبي. فسألني عن كنيتي فأخبرته. أكنت من المختلفين إلى البتي؟ أنت تجلس عند البتي صح؟ فقلت نعم. فقال أبو حنيفة أيضا كلمة عظيمة، قال لو أدركني لا ترك كثيرا من قوله. ما صارت فرصة أن أناقش البتي، أنا متأكد هذا الرجل بعقله لو سمع الحق يرجع إليه، وعندي من الحجة ما أجعله يرجع عن كثير من أقواله. ثم قال لي هات ما معك وابدأ قبل أصحابك، أنت أول واحد ابدأ قبل الآخرين. ليش؟ قال فإن بك وحشة وغربة، وحق لمثلك من التفقه التقدم، يعني أنت جاي ومسافر وبعيد، أنت أولى من غيرك أن الواحد يهتم به ويعطيه فرصة، ولا معي كل يوم، أنت غريب. ولكل داخل دهشة، يعني الواحد لما يأتي مكان غريب يكون مثل من حرج، ابدأ أنت. ولكل قادم حاجة، أنت مسافر لك أكيد حاجة، فالأولى أن نبدأ بك. وفعلا بدأ الحوار. علماء المؤدبين الكبار قدوات لتلاميذهم، يتلقون منهم الأدب قبل العلم، يراقبونهم كيف يناقشون، إذا شاف أستاذه شديد سيصبح مثله. فهكذا بدأ معه باللطف